متابعي قناة الشباب والعائلة الجزائر عنوان، مرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج ضيف خفيف. تحضر معي اليوم فنانة نجمة من نجمات التلفزيون الجزائري، نجمة من عائلة فنية أبا عن جد، باش نكتشفوها أنا وياكم. فصل ونواصل. أبدأ مجددا مشاهدينا الكرام، وحبيت تتعرفوا على ضيفتنا اللي حاضرة اليوم اللي شرفتني أنا في حصتي ضيف خفيف على قناة الجزائر عنوان، فنانة أيدا عبد. مرحبا بك. أهلا وسهلا، أهلا جمهورنا الكريم. فرحانة جدا أني متواجدة معك، بس كل عام اللي فات قلت كيفاش شهاب ما عرضنيش في، كما راكم تشوفوا الأجواء جميلة جدا، القاعدة راقية وأنا نحب هذه الأجواء. مرحبا بك. انا كنت يعني نويت يعني كنت تكوني معايا العام اللي فات في الموسم يسلمك. اللي ماضي اللي فات، ولكن ظروف العمل تاعك اللي هي اللي يعني ما كانش جاء الوقت. عاديه، ما جات وقتها. اليوم راهي ولمت. عايده شرفتيني كثير بحضورك اليوم مره واحده اخرى. يسلمك ربي يحفظك. قليله الظهور في البرامج التلفزيونيه منذ سنوات، يعني 3 سنين او 4 سنوات، ما هو السبب؟ شوف، عندنا مثل الجزائري يقول لك العين تبكي على الحنين وتروح وين يحب القلب. نحب قناة الجزائرية عنوان، نحب مدام نوال جيتك. الله يحفظك. نقول لك انه العروض عليا كثيرة، نو جو سوي بويكوتي اي جو نسي با بوركوا، ومانيش حابة نعرف علاش. هناك من قال لك ثقافتها اكثر منا، ما مش عرضوني في البرامج التلفزيونية، نادر جدا. ودرك انا اللي وليت اختار، يعني مؤخرا جاني 4 أو 5 عروض رفضتها، رفضها رفض. شوف اللي ما يعرفكش قيمتك. انا عارفه اني لما ادخل في برنامج اتليست عندي اضافه، فاذا انتم تشرطوا عليا لا يكثر خيركم ما تعرضونيش، انا اختار البرامج اللي نروحها. انا اقول لك مرحبا بك. الجزائر عنوان دار دارك، متشرفين في اي وقت وفي اي حصه. ربي هذه اضافه لنا سيده عايده عبابسه. عايده، لو كان نبدا يعني نفصلوا في يعني بدنا نطرحوا الأسئلة، عن حبيت نعرف يعني ظهورك في المسلسل، يعني اللي رانا نشوفه فيه مسلسل الضمة. ضمة على قناة تلفزيون جزائري، لو تحكي لنا عليه. شخصية مختلفة تماما على المرأة سنوب اللي تعودنا عليها. أنا حبيت نبدأ برنامجي من هذا السؤال، وليك أنت تضيفي لنا الشخصية اللي راكي. دوك نقول لك دخولي في هذا الضم، اني قبلت هذا الدور. دوك نقول لك علاش الفتره الاخيره، طبعا نقول لك عندي عروض تاع اللي يعرضوا عليا المسلسلات، ما عنديش. شو دي في حاجه غلط؟ المهم، ولكن السبب كان انه نو سي اون فام دو كلاس، البي با جوي تو لي رول، تلعب غير لي رول تاع العام اللي فات. بعثوا لي مع نبيل عسلي نتاع البطحه، اي سيتي لو رول تاع الفام الشعبيه. الظروف حبت انه يتوقف العمل، فتوقف العمل. ولكن لما رجعت، انت عارف علاقتي مع ساره برتيما. ساره برتيما اعتبرها مصممه ادواري، سبحان الله العظيم. بتصمم لي الدور. قلت لها شوفي يا ساره، انا دائما نهضر معها، قلت لها شوفي جاني دور نتاع وحده بلدي، ولكن كنت اتمنى الاكتشاف تاع هذه الشخصيه يكون منك انت، باسكو هي ومزاحم سي. قالت لي تقدري ديريه؟ قلت لها ما تسقسينيش. قالت لي عايده سي رول دو كومبوزيسيون بي تري ديفيسيل. قلت لها ايساي. كتبت الضمه. قالت لي عايده شوفي ميم مزاحمه. قال اسكو تو كوا كيل بو فير سو رول؟ قالت له في لوي كونفيونس. المهم، وانا بديت مضيت العقد دابور ديتو، بس كنخدم غير مع معظم شغلي مع ساره بيرتيما. نحب تجسيدها كانها تعرف شخصيتي، صح؟ فكي تعطيني دور هي فاهمه واش هي تعمل. سيبلي انا ما نعرفش هيدا اكزاكتومون. جيت تري كونتونت. يعاود يظهر لي الضامه باسكو داروا هاد العام. قلت له شوف خويا، باسكو جو في تو دير بوكوا، نفس الدور. فعلى بالك هاد الخدمه هذه سناوها مره في العام، صح؟ قلت له علاش ناخذ شخصيتي نفس الشيء؟ عندكم فنانات قادرات يقدروا يعملوا هذا الدور. اسمح لي خويا، انا مرتبطه الى تي تري كوريكت، نوجه له تحيه المخرج.
قلت له شوفوا ممثلة ما عندهاش خدمة هذا العام تخدم، احنا نستناو الخدمة مرة في العام. انا الحمد لله ربي كرمني اون بليس مع التلفزيون الجزائري جالو تاع صراحة قاموا بالواجب والزيادة. نهار دخلنا باش نديروا ليسي انا نهضروا الوغ يا في هذا سفيان مساعد مساعد المخرج قال له مزاحم انا جي بور سيت فام البابا. الوغ بدينا نهضروا كامل غير هضرت انايا سونتي شوكي. قال لي مدام قلت له راكم تحوسوا على صالحه. المهم سي لو رول دام يسابيل صالحه دلاله قطره مكياج ما كانش. Elle est mi-ange, mi-démon. Elle est très gentille, mais elle est très dure aussi. تربي لي تما ايتو بدينا في باب الواد وجالو نتاع يا ناس باب الواد كيزو ايتي مانيفيك افيك نو. باش نقول لك طحت في الارض وضربوني وبيعي الصياغه ودلي مزاحمتي تري كونتون جو مسوفيان سكين ما مزاحم وساره برتيما وي وي يعني انا نعتبرهم ثنائي رائع يعني في تجسيد الاعمال بلاس انه هذا العام اول قطعت كلامك اسمح لي هذا العام اول مره مزاحم يدير دراما بصح طول الستاف ماشي غير انا ابدع. شوف كان في ابداع في هاد لي زونفون جابوا دراري ما شاء الله عليهم جابوا كريم ودراجي سي تري فور سو غارسون اللي كامل كان معنا بيونا معنا العريبي الاستاذ العريبي معنا ريم تشوت تشكوت اه تشكوت واللي مانيفيك ممثله مسرحيه رائعه اخويا بصح قويه اسمح لي كاع اللي خدموا الحمد لله ان شاء الله النجاح النجاح ان شاء الله لانه فعلا المسلسل عنده صدى خدا صدى كبير ان شاء الله ويعني في المسلسل كيكون على قناه التلفزيون الجزائري وطبعا يختاروا الاحسن يعني حيكون احسن مسلسل ونسبه المشاهدات تكون ان شاء الله عالية. شوف الله ينجح كل ناجح ولكن انا شفت التعب تاع مزاحم وساره احنا عندنا يامات وين نمثلوش هما اش 24 صح نون ستوب نون ستوب وعندي دور مع رضا سيتي ساز احوال الناس فوالا في يعني في الموسم الرابع او الثالث ان شاء الله أعتقد. ان شاء الله نتمنى لك النجاح عايدة عبابسة بسلمك عايدة عبابسة مش فنانة شفناك بزاف يعني في ظهرتي يعني اول مرة اعتقد في مسلسل الخاوة اللي طبعا مع سارة برتيما سنة 2018 بالعيد مديح بالعيد مديح بالعيد سنة 2017 أو 2018 2017 من بعد شفناك في طيموشا شفناك في أعمال متعددة على قناة التلفزيون الجزائري حبيت نعرف عايدة علاش ما جاتكش عروض باش تمثلي في السينما يا ودي حمد ربي اللي عايدة عباب سيد تخدم معاه والله العظيم حمد ربي اللي راهي مقتنعة بيا لو كان ليهم ما نظهرش نو انا لقيت شكون هاد الناس اللي مواش لا داعي لديك الاسامي شوف الناس اللي ما تعرفش قيمه لا لا ما تقدرش تحكم على انسان وعلى ما اداكش ما تقدرش تحكم على منتج على ما اداكش او كونترير مي اي نون با فولي ما خدمونيش حبيت نعرف يعني الناس ما تعيطش لعيد عبابسة لانه ربما لسبب او لسببين يعني ما تشوفيش انه ما كاش قله من قله الانتاج السينمائي في الجزائر او يعني قليل وين نشوفوا الافلام السينمائيه والانتاج السينمائي هكذا السينما نهضر السينما السينما ما نحلمش من با بها يدوني في السينما يا ودي المسلسلات وكنشوفوا واش صرا في ساره كي داتني هذه المره يا دي زاكتريس كي اون بلوري بدموع كيفاش قالوا لها راكي تقوي فيها وكيفاش راكي تنجري فيها وكيفاش راكي توري فيها رغم انه تأدي الادوار بكل نجاح واقتدار والله يشوف القبول هذا راي الجمهور ماشي رايي على بالي نو نو ميم راي الكبار جو سيك في التلفزيون لو مسيو رضا هذا سي لانجينيور دو سون قال لي مدام جي ترافاي افيك توت لي اكتريس مي فوز ات تري سبيسيال بون مانيش نشكر في روحي باسكو ولكن والله ماني عارفة علاش شهاب وليدي والله العظيم ماني عارفة علاش علاش هاد العقد وعلاش هاد البغض يا أخي شوف أنا مثلا نحكي لك على واقعة بسيطة حصلت في الضمة ألوغ كانوا يحوسوا على ممثلاتي تو جابوا ممثلة جديدة قلت له علاش جيبوا وحدة ما يستناو الخدمة ذكرت لها اسم وحدة قالت لي هذه أكثر وحدة تكرهك قلت لها وي ولكنها فنانة قادرة حقها أنها تخدم تكرهني يا حره ولكن ما نجيبوش وجوه جديده alors qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler tu comprends c'est pas parce qu'elle est mon ennemi que
قال كبرني وكلني، فانا ما عنديش هادشي. نقترح اسماء ناس ما يحبونيش يكروني وعلى ما على باليش ومنش حاب نعرف، ولكن ما عنديش هاد الحقد وهاد البغض. نو جو سي باسكو سي، يمكن باسكو تربيت بزاف في الخارج، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك مت الضغينة مش مليحة، فأنا ما عنديش هذا الموضوع. لو كان يعرض عليك يعني إنتاج يعني دور في إنتاج سينمائي طبعا تقبله؟ طبعا لو يتلائم طبعا بعد مع ما تقرأي النص تاعك وما عندكش إشكال أنا شوية كبيرة. شوية متحفظة في أني ألعب دور واحدة متزوجة ما شخصي. كل واحد يشوف يعني النص اللي يخرج عليه خصوصا المرأة. أه لا، إذا كان دور يتلائم مع شخصيتي طبعا ومع سني. اتونسون افيك مون اج تري امبورطون بور موا. فطبعا ما نقولش لا، ولكن وراهي العروض. وراهي ان شاء الله تكون عروض ان شاء الله. يعني لو تجسد برنامج رئيس الجمهورية في انتاج يعني في بناء يعني مدينة سينمائية طبعا راح يكون فيها انتاج ان شاء الله. وراح ان شاء الله لا الجزائر عندها مستقبل باهر في المجال ان شاء الله، لانه في اهتمام على اعلى مستوى بالانتاج السينمائي ان شاء الله. ان شاء الله راح تكون فيه تبصر نور هذه المدينه السينمائيه، وراح نشوفوا يعني افلام ان شاء الله ماشي غير افلام توريه وافلام تعالج الواقع. على بالك اللي عندنا عمل مهم جدا صافي سيزون في القجر، وانت عندك دور معنا وعلى بالك. صح لو حابس حبسوه هذاك العمل اللي كان يظهر ويتوالى مع ذكرى 60 لاستقلال الجزائر. لاستقلال الجزائر والله حبسوه لها مسكينه. وابداع ابداع بكل ما تتضمن الكلمه. صح انا قريت ولكن وشفت يعني شفت العمل ان شاء الله يبصر النور هذا العمل سيده عمد بصح ان شاء الله. ايضا لو كان نروحوا شويه من التلفزيون والسينما نروحوا المهرجانات والمسابقات الجمال وملكات الجمال. كنت تباني يعني ايام ويعني في واحد طبعات تاع المهرجانات المهتمة بكل ما هو جمال ومثلا ميس حجاب. تضحك عايدة. نضحك نقول لك علاش. قال لك علمناهم الصلاة سبقونا في الحصيرة. ملي دخلت في لجنة التحكيم وأعضاء كنت حطتهم معايا هما اللي يقولوا ما تدوش عايدة عببسة. فهمت؟ انا ما جفي دي جفي ملكة جمال العرب، جفي ملكة جمال الحجاب، جفي ملكة جمال لاس، جفي. وكنت نجيب ناس معايا وهما اللي كانوا دوك ولاو اللي خارج المجال لازم يحملوا لقب رئيسة لجنة التحكيم باسكو عايدة عببسة فيه. احلال عليكم الدوه ما تخصوش. وين راهي وين لحقت الطبعه الثانيه تاع ميس حجاب؟ يعني شفناها في مارس اللي فات. مازال الطبعه الثالثه ولكن اعتقد اني رايحه انسحب من هذا المجال. شوف انا امراه رغم انه ميس حجاب يعني اسمها يرتبط مسابقه تاع ميس حجاب اسمها يرتبط مباشره باسم عايده عببسه. لا يرتبط بالبنت لا خديجه خيتري خيتري، ولكن هي اول وحده امنت انه هذه التظاهره ما تندرش الا برئاسه عايده عببسه. باسكو نهار رحنا الطبعه الاولى جاب لي واحد كان معنا في لجنه التحكيم فرض عليا طفله ما كانش عندها المؤهلات. قلت له اسمح لي ما نديهاش. شوف شهاب وليدي انا امراه عمري ما نعطي اسلحه باش يضربوني بها. عجبكم هذا المجال خذوه الا قدرتوا تنجحوا فيه كما نجحت فيه انا. بس انا ما تنساش خرجت رانيا مرتب ونجح، خرجت بنات بزاف ما نحبش نذكر الاسامي. فاذا قدرتوا تكونوا ديروا معليش نخلي لكم حلال عليكم. لو لقب مدام دو فونتني بجستومون لقب مدام دو فونتني تاع الجزائر عطاه لي على هذه. في فرنسا كاين مدام دو فونتني، في مصر كاين مدام حنان. الجزائر قال لك نسموك مدام دو فونتني. قال لك كيفاش تسموها؟ نحولها يا ودي اسمع باب صاحبي نحوه لي والله عاطيت. فانا اي دونت كير، انا اي دونت كير. إذا تقدري ديروا كيما حنا انا يا ديروا معليش. قلت خلوه لهم عاد كل من هب ودب يدير شويه هكذا ويجي رئيس لجنه التحكيم. ديروا يا ودي انا اللي خدعوني اعضائي اللي كانوا معايا دراعي الايمن هما اللي عادوا يفرضوا يقولوا عيدا بس ما تجيش ما نسخصش. باسكو الا خرجت من شوف الانسان المثقف عمرك ما تخاف منه. صح وانا امراه بسم الله ما شاء الله عندي ثقافه في كل المجالات. نخرج من مجال ندخل في مجال نقدم جو بو غاني ما في. مش با بيزوان دو سا مش محتاجه شهره.
الشهرة الحمد لله تولت مشهورة. فأنا واش تحب الظروف تحطك مع ناس أعداء النجاح يسموهم موجودين في كل العالم. هل أيضا نقدروا نشوفوا يعني في جميع المناسبات، يعني كل واحد راه يدير مناسبة ويدير ان ايفينمون يقول نعرض ونعرض ونعرض. أيضا هاد دائما عاود نولي قليلة الظهور، أكي قليلة الظهور جدا، نادرا ما نتلاقاوك في ان ايفينمون اللي ينظموه منظمين ماشي غير مهرجانات الجمال ولا مهرجانات واحدة أخرى. أما شوف مناسبات يعني مناسبات أولا عميلة. ما ننكرش أنه موت نعيمة الله يرحمها كسر فيا حاجة كبيرة، كسر الرغبة في الظهور، كسر الرغبة. أنا ملي ماتت نعيمة مازال ما عريتش راسي ومازال ما شعلتش التلفزيون للآن، أقسم بعز الجلال لا، استغفر الله العظيم. يا هاد الدار الجديدة هادي عدت نشعل قناة القرآن، نحب القرآن في الدار، ما عادش تغيرت شخصيتي بزاف. نعيمة كما كان يقول بابا في حزة جانا موت هزرلاني، ما توقعناش. ألوغ عملت لي كسرة، عملت لي كسرات كبيرة، عدم رغبة في الحياة، بلاس أنه رانا نشوف عجب معجب شهاب سي دوفوني أن كارنفال. ألوغ نحضر مهرجان الأيادي الذهبية، نحضر مهرجان لالا الضاوية إلي مانيفيك، الحاجات كلاس بروبر، هادوك تاع لي شيفون ها كاملوا ما يديرونا في الشوافن رايحين جايين ليش الشعب راهم يتبشروا ما يديرونا فيه باش هما يلموا الدراهم ويبقصوا بينا وحنا ميرسي ما كانش. الله سي با لا بين جو سور با جو فو با جو بري خرجوا نتوما، انا مانيش حابه نظهر، فهمت؟ جو سو با انتريسي خلاص كبرت هيك كبرت والله العظيم غير كبرت. وليتي ما تقدريش تحملي، ما عادش نحمل الضجيج، ما عادش نحمل القيلوقال، ما عادش نحمل الهضره، ما عادش نحمل. اعطوني مكاني لوحدي، مازال اشياء ان شاء الله ان شاء الله نشوفك في ابداعات واحده اخرى، نشوفك في اشياء جميله ان شاء الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين نبقاو دائما متواصلين مع برنامجنا وفنانتنا الجميله نجمه الشاشه التلفزيون الجزائري سيده ايدا عبابسه. فاصل ونواصل. عدنا مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة الشباب والعائلة الجزائر أنوان، في برنامجكم دائما ضيف خفيف، واللي شرفتنا ونورتنا أيضا بابسة. نقول لك مرحبا بك مرة واحدة أخرى، ونعود نذكر مشاهدينا الكرام أننا في قاعة الحفلات مولاي سلطان من أجمل قاعة المتواجدة على مستوى الجزائر العاصمة وبالضبط في عين ناجة. أنا ننصحكم باش تقيموا فيها جميع مناسباتكم السعيدة، توالم بزاف عيدا شابة اللي تخبل تخي كلاس. نحييوها ونحيي الناس القايمين على هاد القاعة. عيدا نعود نولو لحوارنا، وشنو هما لي ديفو تاع عيدا بابسة؟ الو من فينا من غير عيوب؟ وعلى هذه تاع جل من لا يخطا. شوف نقول لك عندي عيوب اساسيه ما عنديش، سيتادير ما نقطع في الناس، ما نهضر في الناس، ما نقول الصراحه جدي لا فيريتي في الوجه وما نخافش، ولكن نستحرم اني نتكلم في حق انسان، نستحرم اني نشهد شهاده الزور. ولكن عندي عيب كبير للاسف، اني اذا شطبت على انسان مي ديسيزيون سون تيريفيرسيبل. اذا شطبت على انسان شوف عليا وعلى اعدائي مستحيل نرجع له. هذا العيب حبيت نصلحه، ولكن حتى لو كان يطلب السماح. اه ابدا حتى لو كان يطلب السماح نسامحه، مسامحاته من كل قلبي. بصح ما تعبديش تولي انا نسامح لوجه الله، رجوع لحياتي مستحيل مستحيل. دوك نقول لك علاش، باسكو كي يغلط معك مره ويعاود يولي ما يوليش حبا فيك، يولي باش يزيد يغلط غلطه اكبر، ومن بعد يقول لك وعلاش ما انت سامحتيني من الاول. لا من دلوقتي ما نسخسكمش. اللي شطبت كاين ناس، كاين وانت عارف وحده تعرفها كانت مفهمتنا انها صديقه العمر، طلعت اكبر خاينه لا فامي عبابسه. شوف عمري ما توقعت انه انسانه ممكن تخدع بنات عبابسه 20 40 45 سنه. 45 سنه بو افيك فيلا دارت واش دارت. شوف غلطت معايا ونقول معليش بس كنت حبها نموت عليها. انا غلطت معايا هذه المره، قلت لها اقسم بعز الجلال الله كانت تعودي لي قبل ما نصلي فيك بلون تطالي ديك اي تو نو مي غوفيغا بلو جامي افيك ال، باسكو عملت معايا موقف نداله بكل ما تتضمن الكلمه، واكثر من هذا الشيء راهي تحاول تدير كما دارت الفله. فله دمرتها دمرتها فله، كانت ما تقدرش تنوض الصباح قبل ما Je suis l'ami d'Ababsa, tu n'es pas l'ami d'Ababsa. Tu es la plus grande ennemie de la famille Ababsa. Aïda Ababsa, dolim. Dolimte. Dolimte.
الحمد لله اني ظلمت. شوف يا شهاب، نقول لك على حاجه، الدنيا هذه سلف ودين. كنا صغار اخطانا طبعا، ما كانش ما يخطاش. بعد ما ما جو با بارلي د علاقتي مع ربي، كل ما تجيني مصيبه نفرح، نقول الحمد لله يخفف لي ربي العذاب في الدنيا ولا في الاخره. ظلمت ظلم كبير، ما لا اعتقد انه في انسان انظلمت كما انا وفلا بطريقتنا من كل النواحي، ولكن ربي سبحانه وتعالى ينحي منا ويمد منا. طبعا ما هو لو ما تظلم ما تظلمش ما تقدرش تعرف شكون حبيبك من عدوك. صح، ظلمت ظلمت بزاف بزاف، وعلى راسهم عائلتي. تسامح الناس اللي ظلموك؟ راني مسامحه اليوم القيامه، ولا شو ما دوني لي لاغموس اليوم القيامه من كل قلبي، راني مسامحه كل اللي ادوني وكل اللي اغتابوني وكل اللي تكلموا في حقي. يا ربي انت ارضى عليا، الناس ما تهمنيش. هاد الشيء ما نلقاهاش عند بزاف الناس. هاد الشيء هذه تاع المسامحه ما نلقاهاش عند بزاف الناس. لا لا لا، مسامحه. شوف انا مسامحه، انا اللي يضربني على خدي الايمن نعطي الخد الايسر، وشكون ينحي لك ذنوب شهاب؟ صح. شوف ربنا سبحانه وتعالى عطينا قوه. دوك انت ظلمتني، نجي انا نضنض ضربك، واش خليت لربي؟ صح. واش خليت ربي عنده سبحانه وتعالى المهمه ليه هو الرجوع الى الله. فانا نقول وكيل ربي، علاش يقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل؟ فتزال يقول لك وكيل ربي. دوك انت وليت ولا يقول لك ربي احب توري شطارتك، هي وري لي واش تقدر دير. انت تضربه هو يضربه، بصح كي يضرب ربي كما قلت لهم هذه المره، درت مقاله قلت لهم الضربه الا ديروا ضربه للناس باش يضحكوا عليهم الناس، كاين ناس يديروا لك ضربات حاجات حقيره باش يضحكوا عليك الناس، تجيهم ضربه يحتاروا فيهم الاطباء. ضربة الله يعطي. فربي يسامح كل انسان. انا عن نفسي متسامحه مسامحه مسامحه اليوم القيام، اليوم القيامه اني مسامحه كل الناس اللي اداوني، بصح ما يوليش في حياتي. هيدا نعرفوا له الميدان الفني. جبال طخو. احبابي انا نثقف ونستمع من عندك. يسلمك. هذه اضافه ليا واضافه للبرنامج. ربي يحفظك. يعني استضفت فنانه قديره مع عائله فنيه قديره. عايدة نقول الميدان الفني، انت مقارنة بالاخوات تبعك سواء نجيب ولا فلا ولا مرحومة نعيمة ولا يعني دخلتي متأخر يعني، وراح تدخلتي مباشرة ماشي في الفن الغناء، مباشرة للتمثيل. هاد اسم تاع عبابسة ساعدك انك تبرزي بهذا الشكل ولا انت فرضتي نفسك؟ شوف من محض يعني لو كانت اخذت مستوياتي الثقافيه بعين الاعتبار لكنت ابدعت في بلدي، ولكن جو سو فيني افيك ان باجاج انتيليكتويل اي جو سو فيني بخبره تري فورت. خدمت في سفاره الجزائر، مثلت المراه الجزائريه، جيتي لا كونسيير دو لوم لو بلوز امبورطون دو موند في العالم. ما تذكرش الاسم، مش حاب نذكر بس ما نحبش نزوخ. فكي جيت انا في مصر كنت مساعده روحي بزاف، تعاون روحك في كلش. هنا لقيت روحي وليدي دخل لافاك يفالي بيان لواي، بعد واش صرا على بالك؟ جاتني ساره الما بروبوزي، دخلت. ربك سبحانه وتعالى، ربي اراد اني انجح. ما نجحتش بس انا ما ابدعتش في الخاوه، انا شربت فنجان قهوه وقلت زوج كلمات. ولكن ماشي سهل انه تدخلي مجال ما تعرفيش كامل. سيتي جوغ بور موا، بكيت قبل ما ندخلو. دوك نقول لك علاش، باسكو كي كنت صغيره عملت المستحيل باش ما ندخلش المجال الفني. عملت المستحيل باسكو جو فولي مونتخي كو هاد الفاميليا الفن. نفهمك على حاجه بالك، انت عارف انه الجزائر البلد الوحيده العربيه في العالم اللي عندها عائلات فنيه؟ طبعا عندك الهند، عندهم يشارك لك عنه. عندك الهند، شكون؟ مصر ما عندهاش عائلات فنية، عائلات فنية. الجزائر عندك عائلة عبابسة، عندك عائلة الحاج محمد طه الفرقاني، عندك لا فامي اوداني اللي راهم ناكرينهم ماشي جايبين لهم خبر، عندك لي شوكاس. شوكاس وي. لي شوكاس سي دي زارتيستني. عندك الاجيال الجديدة اللي راهي طالعة، نوال سكندر باغ اكزومبل دار جيل تاع الفنانين. لا فامي اودان سي اون تري غروند فامي دارتيست، على بالك لا ميور بيركوسيست
بيرفكشنست اللي اوز ايتازوني سي في الاودان في الاودان اللي طالعه منها حسيبه اودان حبيبه كانت هي الاولى شفيق باهو وعلاش ما يلقيوش الضوء على عندك لافامي فرقاني عندك السنه باش ما ننساش لافامي بن زغلي مدام بن زغلي الله يرحم راجلها وباساج سي اون فام كي في دي زارتيست اكستراوردينير راديه عده اللي سي اون فام كاع دي زارتيست وعلاش ما يلقيوش احنا البلد الوحيده العربيه اللي عندنا عائلات فنيه عائلات يقول لك هذا ولد باردون القروابي القروابي ثاني لا في دف... يا يا سنه باش ما يحضر ما ينساش باسكو ما نحبش ننسى بن شنات وليده بسم الله ما شاء الله فاحنا يولدوا فنانين للاسف ما راهمش مدايرين لهم لازم المجال الفني يؤخذ بعين الاعتبار ان شاء الله ياخذوهم بعين الاعتبار وطبعا كي تكون الجهات العليا في الدوله ان شاء الله مازال مازال تهتم اكثر بالثقافه ان شاء الله راح نشوفوا ابداعات الجزائريين عايده في نهايه البرنامج راح نعرف مشاريعك هكذا سريعا لانه الوقت في حضرتك جز يعني بسرعه رهيبه حبيت نعرف كم المعلومات عليك في وقت قصير ولكن ما لازم لي حلقه طويله فيها ثلاث ساعات جيد احلى جيد احلى ان شاء الله حبيت نعرف مشاريع عايدة بابساف في المستقبل المستقبل القريب انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد يا عالم اليوم رانا هنا غدوه ما راناش هنا فانا اصبحت انسانه ما نعملش المشاريع ما نفكرش في غدوه ربي سبحانه وتعالى هو اللي يجيب ان شاء الله شوف العام اللي فات كنت نبكي على الكران تاع داري جاف با دكوا بيي مون لويي جافي تري بور جاتني مكالمه قالوا لي عندك مسلسل فانا ما عدتش ما عدتش ندير مشاريع الامنيه الوحيده اللي عندي سكنت توبه نصبح ان شاء الله كنت صرحتي قبل الوسيله التلفزيونيه قلتي ان شاء الله نتمنى نحج ونخرج من المجال سي مون غيب ان شاء الله سي مون غيب بصح ولا حجيت طبعا ما كانش تمسخير جو موغوتيغ دو تو ان شاء الله ان شاء الله كلمه اخيره لجمهورك هيدا نحيي بلادي نحيي شعب بلادي نشكر قناة إن وان مدام بزاف عزيز عليا مدام نوال وانت تاني هذا وليدي على فكرة هذا ابني نحيي جيش بلادي نحيي شعب بلادي نحيي هذا الجمهور الرائع اللي راه وقف معنا يمكن المسؤولين ماشي عاطيننا قيمة ولكن يحيى شعب الجزائر وهذا الجمهور الرائع نعطي نصيحة للفنانين ما تكبروش على جمهوركم باسكو من غير الجمهور ما كاش فنان شكرا مشاهدينا الكرام كانت جلسة راقية رفقة فنانة راقية عايدة بس اللي شرفتنا بحضورها نلتقي في حصة أخرى في عدد آخر وضيف آخر إلى هناك نقول لكم أبقوا أوفياء لقناة الجزائر أنوان ما تبعدوش بزاف برامج قناة أنوان مخصصة للعائلة والشباب إلى أن نلتقي نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم وابقوا على خير